السلام الله عليكم داوودايش قروح بدن برنامج كان هو هاديد او مالك قال اي برنامج كان وحين تقدرنا مت كمده تجمعين كقولك بنادر انا سيبك يا لندن ما انت انا برنامج كو سو قبل اسعد هناك سن وكفايدي سو حن السلام الله عليكم داوودايش قروحدو بدن ابرامج كان هو هاديد وحنا كوسغنا دغمدا ورتنا نبدا ولي با حافظكيد جعيل ولا انا ارغنا ريكيد جعيل هادي هليل دونان او هنن دونان هاديدها قيمها بدن حياه ماركاد اوو تلاغشاي ان كو بخان برامج كان مانتا داوشو عن او كفايده سو عن سبرامج كاركت برام مبارك مغي احمد عبد الرحمن نور برام برام سكوري سنه سيب نمبر 86 جرتا لو جيتين دونا نمبر المسكينه ساره اكو الى 7 نمبر نسيبك 3 نمبر 3 واخا كو حسن حاشا شكتا صورته لو يقان بني اسرائيل صورته لو يقان بني اسرائيل اسراء هذا داود يالكي غاتا جوت كتشوفوا مسحه حولها والمرنت قلت لك شحيط ماركت وبرانش تاعكم سامبل كلنا مره ديو هلالك قد قاتها برامجك سؤاشي لو دي جابته صحه راح وهلدونا والمرنت قلت لك شحيط ماركت سامبل كلنا رمضان مبارك مقعد تاع برامج كاركت رمضان لميده مقعد هو محمد حسن كان سعيد دغمد ورتنا ود محمد برامج تاعك ورهي سنه سيب انا بركه اقبستي سؤالك كثير تاع الودين دانا نمبر مسكينه ساره وا كو الا يتدو نمبر 3 وكم قيا نمبر نسيبك نمبر 6 نمبر 6 نمبر 6 واخا كو حسو واخا شيكتا ان
suuradan caam inta jeer ama inta nabi ee lagu xusay? Waxaa lagu xusay رمضان بارك ما قاعد يكتب برامج كاركت ما قاعد هو صادق عزت على رمضان بارك صادق برامج هاك ورسالة نسيب أنا بركة قبض سواش كجرت على قوتي أنت أنا برين مسكنا سارة وكو إلى تدو أنا بركة استحدو كم قيانا بركة نسيب كاكا لح 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 حكو حسن صورة عن عام أنت نبي لغو الشيء قد ترى دوض هل نبي لغو الشيء ما سنت هاي بل سما هل إلى نجاب تحس كتير ما قاعد يكتب برامج كاركت رمضان كريم ما قاعد يوامس عبد إبراهيم أحمد برامج شاكر رسالة سبعة نمبر كي قبض سواش كجرت على قوتي أنت أنا برين مسكنا سارة وكو إلى تدو أنا بركة استحدو كم قيانا بركة نسيب كاكا لمبر لح لمبر لح وحكو حسن صورة عن عام انت النبي اللي هو حسن لح ما سنت أبل اسمها ده اللي انجاب صحة تابر عام تكاركتت مقعي عبد الرحمن حسين الشيخ آذن والدها عبر عام شاكي ورسان نسيب أنا بركة قبسة أشكو جرتال قويت نمبر كي قبسة تسو أشكو جرتال قويت انت أنا نمبر دمسك نصار وكو إلا اتضاب نمبر كنسيب كاكا لمبر كيغا نمبر كي نسيب سنس لمبر كيغا لح لح وحكو حسن واحد شيك تها انت النبي ايه لغو حسي تيراد انت النبي ايه لغو حسي سورة انعام حاكو إلا تضوما هانو لح قبستي تيراد انت النبي ايه لغو حسي سورة انعام نبي محمد حو نبي يوسف حو نبي اسحاق نبي اسحاق نبي يعقوب متكلم كسر الله سنت اسكتك سعاد وابتقاتي سعاد برامج تاكوري سوى نصيب او نبرك اقب ستين سؤاش كجرتا لقويتين دونا انا برادة ميسك انو سارا وكو الا ايو تدوا او نبرك ستحادو كمقيا نبرك نصيب كاكا نمبر لح وحاكو حسن وحا شاكتا ان صورة انعام انت النبي اي لقو حسن اما تيراد انت النبي اي لقو حسن توني ستيت توني أتاه داود عشان أبغى أتاه داود تكبح سوامي صحة وسديد يتوب النبي ترى النبي ألقوا حس صورة عام وأنا صورة اللبات أقو حسيت بدن النبي هذا الحين لا هذا أول مرة أنت أقو تلقى شيء حياة ماركت أو برامج كتاب قلنا هم بلعك مرة هذيك أبغى أتاه هلا جواب صحة أو حياة لا هذا أول مرة أنت أقو تلقى حياة ماركت أو برامج كتاب قلنا هم بلعك لنا ما قاعد يسوي برامج كاركت محمد عبد الله مقعي محمد عبد الله محمود برامج شاكي ورئيس نصيب انا بركه قبسيت سؤالش كجرت على قوتين دونا نمبر مسكنا سارا كو الا اتضب او نمبر 3 حد الى حد وكم قيا نمبر نصيب كاغا اوكي ولا نمبر لا دورا كو الا تو صدح هي لحن كوما جيران لو لو والله بو حكو حسن ايد لباد او سو نقنقشه بدن قران كريم عيد لا أصلاً مخشبة. ألف خالة ويد خالة. خالة لما أقول لك خالة لما أقول لك ما عيد الله وصلنا خشبة ما نو خلع هذا ما سنت أبرس ما ذهل اللي جابت سحلة مبارك ما قاعد يسحب برامج كاركتت مبارك ما شاء الله ليبان عبد الرحمن عمر برامج كساك وريس برامج كاني واحد بدن ورهادين أي لكن نصيب كي قلنا نقدر أنت مقرن أي سؤال اللي ويدين دورنا كله بختي نصيب نصيب بواي حري جيري السؤال أتكبح سكرتو نصيب كايجا كو سعيد سين إني نقدم دنت إني نقدم دنت رجعني أنا نمبر هذا مسك إنه سارة وكو إلا يتضبع أو نمبر كسد حاد يلحد وكم قيا نمبر كنصيب كايجا أوكي نمبر أفر نمبر أفر نمبر أفر وح كو حسن وح شكتا قول كي وجهري كوب كأدون كياريان كده لي ودهم كودش قول كي وجهري ياريان كده لي يو
wuxuu u dhashay horta maradona waaye laakiin waddanku u dhashay jarmalna ma ahan waddankii ugu wareegayo oo inaan soo helo u badan tahay argentina u dhashay umaadsantahay barsimaada helen jawaab saxda isku dega waa kaga fadcalinaa ka qaba ku aragtid barnaamijka waa arkaa wax fiican magacaygu waa ibu xuseen xasan marar badan dhalada ka fiirsada waani dhaafaad inaad qayb gala rajeyna maadaama maanta aad taagantahay oo adiga ka qayb galaysid shaashadan aad kasoo muuqan doonto caawa oo aad istaawan doonto maxaad filinaysaa ma aqaan walaa waxaa filinaya wax kaleeto mashiika laakiin labadaba waa filinaa insha allah nambarada miska inoo saaran waa 1-7 oo nambarka 3-6 ay ka maqan yihiin nambarka nasiibkaaga nambar shan waxaa ku xusan waxaa sheegtaa waddankii ugu horreeyey ee carbeed ee fiifa ku biira xiriir kubadda cagta ee fiifa ku biira magacaygu cabdiraxmaan maxamed axmed barnaamijku inuu fiican yahay waan arkaa barnaamijka ka wareysid waa nasiib oo nambarkaa qabsatay su-aasha ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miska inoo saaran waa 1-7 oo nambarka 3-6 ay ka maqan yihiin nambarka nasiibkaaga afraad waxaa ku xusan waxaa sheegtaa goolkii ugu horreeyey xiriir kubadda cagta ama goolkii ugu horreeyey koobka adduunka ciyaaryahanku dhaliyey waddanku u dhashay rubsin indian u dhashay maasanta balse maada helelin jawaab saxda ramadaan mubaarak magacaagi saa barnaamijka aragtid magacaygu waa maxamed ibraahim cali suhuul barnaamij saa ka wareysa waa nasiib oo nambarkaa qabsatay su-aasha ku jirtaa lagu weydiin doonaa nambarada miska inoo saaran waa 1-7 oo nambarka 3-6 ay ka maqan yihiin nambarka nasiibkaaga nambarka shanaad waxaa ku xusan waxaa sheegtaa waddankii ugu horreeyey carbeed ee ku biira xiriir kubadda cagta ee fiifa waa masar jawaabtu ka bixiyey waa mid sax ah xiriir waddankii ugu horreeya carbeed ee ku biira xiriir kubadda cagta fiifa waa masar waxaan leeyahay abaalmarinta ugu talagashaxaad maarkeed oo barnaamij taabagelinaysa ambale kulan mar haddii oo haleelo ka qayb qaataa jawaabta saxda waxau leeyahay abaalmarinta ugu talagashaxaad mar wuxuunu ku guuleystay rasifar astaan ah ambale aan ku leenahay ramadaan mubaarak magacaagi saa barnaamijka aragtay ramadaan kariim barnaamijka waa ku faraxsanaa maanta ugu dambeen qayb baad ka tahay oo waa isdaawan doontaa misku qosli doontaa mise waad iska dhuuban doontaa markii shaashada lagaa soo daayay waa tahay barnaamijka nambarada miska inoo saaran waa 1-7 oo nambarka 3-6 ay ka maqan yihiin nambarka nasiibkaaga nambar kow waxaa ku xusan waxaa sheegtaa suuradda lagu xusay aayadda ugu cabsida badan suuradda yuusuf balsemaada helen jawaab saxda isku dega waa kaga fadcalina ramadaan mubaarak magacaagi saa barnaamijka aragtid ramadaan kariim barnaamijka aad aa ugu faraxsanahay inkastoo aan 3 sano soo dhaafaa qayb galay sanadkaanaa ka qayb galay aad aa ugu faraxsanahay waan jeclaan doona inaan ka jawaabo su-aasha insha allah 3 sanee hore loo soo dhaafay aad ka qayb gashay hadiyado ma la tagtay mise wallaahi inku guuleysan laakiin kalkeena guuleystay rajeyna insha allah annagana waa kula rajeynaynaa maadaama wax badan aad u soo dhabar adeegtay inaad qayb ka noqoto oo aad hadiyadaha ku baxay barnaamijka isku dayday sanadka inaad heshaan rajeynaynaa nambarada miska inoo saaran waa 1-7 oo nambarka 3-6 ay ka maqan yihiin nambarka nasiibkaaga nambarka nasiibkaa ku tijaabin waa 4-4 ee barnaamijka nambarka 4-4 ee barnaamijka waxaa ku xusan waxaa sheegtaa ciyaaryahankii ugu horreeyey ee goolka dhaliya koobka adduunka waddanku u dhashay haddii aad isku dayo su-aasha jawaabteeda waxay noqon doontaa lucien laurent wuxuu dheelayaa faransiiska wuxuuna ka dheliyay mexico ayadoo lagu qabanayo caasimada uruguay waa tahay daawadayaal ka qayb qaataa jawaabtu ka bixiyey waa mid sax ah waxaa ugu dhashatay faransa ciyaareenka ugu horreeyay koobka adduunka goolka dhaliya waxaan leeyahay abaalmarinta ugu talagashaxaad maarkeed oo barnaamijka mar haddii uu ka qayb qaata haleelo jawaabta saxda ah waxaad wada sugaysaan inaan guddoonsiino hadiyadii ugu talagashaxaad maarkeed oo barnaamijka taabgelinaysa hambale aan ku leenahay ramadaan mubaarak magacaagi saa barnaamijka aragtid maxamed cabdiali waa magaeyey barnaamijkaa ka wareysa waa nasiib oo nambarkaa qabsatid su-aasha ku jirtaa lagu weydiin doonaa nambarada miska inoo saaran waa nambar 1-7 oo nambarka 3-4-5-6 ay ka maqan yihiin nambarka nasiibkaaga nambar laba aayadda ugu soo noqnoqoshada badan aayadda labaad ee ugu soo noqnoqoshada badan qoraan kariim
دان بارك ما قاعد يسافر أمشي كاركتو. قاعد أربعة محمد عمر. ولا شكل بنا للسعودية بنا هذا ما شنو سنوات داون ما تنسي أو يشين هكذا بغات. نمبر هذا مسكين أو سعر وان نمبر كوي نمبر تدابا نمبر كنا سيب كايا. نمبر تدابا. نمبر تدابا حكوا حصوا حشك تأثير هاي هي النبي قم قعيس. هو أنس. هذا ما سند بس ما ده لين. رمضان مبارك ما قاعد يسافر أمشي كاركتو. رمضان مبارك يوسف اسلام ما شاء الله تبارك الله مقعي وابو بكر شريف علي وكما غير عتيق تق برامج ساكوري سانسي بانا بركا قبس سواش كو جرتال غودين دانا نمبر مسكينو سارا وكو يي تدبا نمبر كنسيب كاغا ان شاء الله نمبر كنسيب كيغا وا نمبر شن كو يي تدبا كو يي تدبا اوكي نمبر تدبا وحا شيكتا سير هاي هي نبيغا مقعيس سير هاي نبيغا اونيك سيرد او هاي سيرتي سام حقي هي نبيغا حذيف بن يمان waata dawada halka ka qaata jawaabta ku jirtay waxa mustaha waxa la yaabaa marinta ugu talka shahaad market barnaamij kitaab galnaysa hanbalay mar hadii uu ka qab qaataa leela jawaabta saxda ah waxaad wada filanaysaan baabal marintii uu ku guuleystay iyo hayaat ugu talka barnaamijka hadii hanbalay ku leena yusuf islam aad iyo aad uma sataa barnaamijkan mar badan ku ticnaay oo sanooyin badan ma sha Allah tabaarak Allah wa maanta in markii wari aan galay markii wari aan ku guuleystay aad baa ugu faraxsanahay in sha Allah intii maqalkayga iyo muuqayga taqaan salaamaya oo qasatan caawada dadkii afurka idaaba doona insha Allah Ramadan baraka magacaaga sabramij kuwarek magacaaga sabramij kuwarek magacaaga ahmed kaafi cali mahmud barnaamijkan aad u faraxsanahay inaan soo qayb galay manta wax badan way sugayay inaan soo qayb galay miisku waxaan saaran su'aasha quraax aan laga jawaabin oo su'aasha number 1 waxa sheegtaa suurada ay ku jirto aayada ugu cabsida badan ee quraan kariimka suurada ay ku jirto aayada ugu cabsida badan quraan kariimka waa aayad ah een qofal bu muxuu rajaynaya inuu galo naarta ee jannada oo ah suuratu ahzab hada ma santaa bal sumaad halayn jabta xas ku tago ramadaan baraka magacaaga sabraamij ku aragtid barnaamijku si ay warka magacay waa abdullahi ahmed ali ram shakaru sanasi baan barka qabsi saaf ku jirtaa lagu idin daana number miskano saaran waa numberka quraa koowaad waxaan ku xusan su'aal ah suuradu ugu cabsida badan ee quraan kariimka ah een aayad ugu cabsada badan ee quraan kariimka suurada ku jirto aad maxa kullu mar aaminu ma ayad qala jannata an-na'im suurada ku jirto la yiraa suurada aad maxa kullu mar aaminu ma ayad qala jannata an-na'im kala aanay qalqana ma aaminu suurada sharq al-maghrib سورد شلون نقرا سورد كو جيرتا لا اسكرا صح سورد سورته هذا نوع كل مره مين ما ينتقل جنة النعيم سورد أيضاً. والله سنتاسك تجاك برامجك بسم الله مقعي محمد عمر إبراهيم وعن جعل برامجك وأنا بقاعدني ما دام برامج سفع نوصل فندقتين عن جعل سواشي إن شاء الله إنك تجوا. سواشي كلية نمبر كويت كجرتا. waxaan u dhacaysaa sida tan waxa sheegtaa suurada ay ku jirto aayada ugu cabsida badan ee quraan kariimka suurada ay ku jirto ay ugu cabsida badan quraan kariimka bismillaah hadda isku day waxaan maleeynaa tan nisaa inay ku jirto suurada nisaa waa tahay daawad halka qayb qaataha jawaabtu ka bixiyay waa min saxa suurada nisaa suurada ku jirto aayada ugu cabsida badan ee quraan kariimka mar hadii ka qayb qaataha leelana waxa uu leeyahay balmarinta hotel gashaad market وبرامج كتاب الجلنيس
مرة هديو هلا لك قب قاتها سؤال شو قدم بس برامج كان هاي نسؤال شو كوات برامج ك ما أنت نمبر كوات كجرتي وهاد شيك صورة كجرتة هاي دوجو عبسة بدن القرآن الكريم ك وحوله يها بالمرن تقول تلك الشيء حياة ماركة وحنا كوك ولستي تلفن هم بليهم كلنا ما شاء الله فرع قرانا موبايل سؤال بس نعكي جواب هذا هم ستين الصان سدوا waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena quruxda badan oo hadii qaybtii samaynta intaas waxaan kaga tagayaa sida ay nabadiina iyo maalin kale oo xiiso badan iyo hadduu eebo karaal noqdo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Sedo sa kerba shegai ja.